والحقيقة مع بداية موسم عيد الأضحى المبارك بيزيد طبعا الطلب على سن السكاكين عشان العيد طبعا، سواء من الجزارين أو الناس العادية علشان الأضاحي وتقطيع اللحوم وتجهيزها. عايزين نقول لحضراتكم إن مهنة سن السكاكين من المهن اللي هي متوارثة لدى المصريين من أيام الفراعنة، ويتوارثها المصريون خلال السنوات الكتيرة اللي فاتت، ولسه كاميرا ستات معرفوش يكذبوا رصدت ازاي بيتم سن السكاكين في واحد من أقدم المحلات. فين بقى؟ في شبرا. تعالوا نروح نشوف ونرجع تاني. أنا اسمي عمرو محمد الشاعر بعمر السنان، موجود في المكان هنا لوحدي مثلا بعد وفاة الحاج من سنة 2002. المكان موجود من السبعينات، المهنة وراثة أب عن جد، الحمد لله شغالين طول السنة. أساسا إحنا محل سن أسلحة، بنسن مكان حلاقة ونصلحه، صيانته عندي، مقصاته، مقصات الترزي، القماش، مقصات جميع أنواع الأسلحة يعني. وبنيجي بقى وقت العيد الكبير، كل سنة وحضراتكم طيبين، الإقبال برضو بيزيد شوية، يعني ممكن كسر الشهر تحت، يعني مثلا 20 يوم قبل العيد، أسبوعين لو في ضغط، والحمد لله المكان كل الناس عارفينه. سن السكاكين دي مهنة قديمة بصراحة، وفي مهنة اسمها حجر مية. فالناس بتفضل حاجه اسمها حجر ميه بصرف النظر مين اللي بيشتغل، فممكن يروح اللي بتاع حجر الميه شاطر هيبقى حلو، مش شاطر مش هيروح. بس هو فاكر كلمه الجلخ جوه بقى عندنا، ان الجلخ ده اللي هو الصاروخ. احنا عندنا حجره بدرجات، صنفره بدرجات، لكل حاجه ليها درجه معينه من الصنفره وبنشتغل بيها من الحجر. احس مقص الشعر، لكن حجمه هو كله صغير، اللي هيشتغل فيه ملوش في المهنه بيبوظ، مش هيتصلع عندي بعد كده حتى لو استنى عند حد بره. بالنسبه للسن السكاكين في البيت اهم حاجه بس ما تخبطش طبعا، في حجر مسن ممكن يسن عليه بيمشي ايده، بس في كلا الحالات لازم يجي لي انا مره على الاقل عشان يعرف يشتغل بعد كده على الحجر نفسه. حد ثاني الناس بعد ما بتسن عندنا ممكن حد يشتغل بالسلاح مثلا او بالسكينه او باي حاجه بيشتغل بيها شهر شهرين سنه لو بيحافظ على الحاجه، وممكن بعد اسبوع يجي لي حسب استهلاكه بقى. لو مطعم بيجي لي كل اسبوع مش واحده طبعا، بكم كميه. بنصح الناس اللي هتضحي السنه دي اهم حاجه بس بعد ما يخلص هو ذبيح ينظف العده حلو، يغسلها ويشيلها، وبعد كده ينشفها، يجيب حته دهن من نفس الذبيحه كده يمسح بيها السلاح ويلفها فوق قماشه، تفضل سنه معاه وما يجرالهاش حاجه. يعني نوستالجيا رجعتنا سنين لورا. انا لا انسى بقى الراجل اللي كان بيسن السكاكين اللي كان بيعدي في الشارع، انا فاكره لحد النهارده عنواننا القديم شارع فؤاد باشا منشيه البكري والنداء الشهير اسن السكينه والمقص، ويبقى شايل كده على كتفه او على ظهره زي مكنه كده، يعني مكنه يدوي وعجله تدور، وكل البيوت تطلع له السكاكين والمقصات، ويعني وانا اطلع اتفرج كان بالنسبه لي يعني شيء مبهر وخطير وشغلانه يعني جامده جدا. فمهنه يا رب كده كل المهن اللي يمكن متميزه بيها مصر، مش كل البلاد شافت الموروثات دي او شافت المهن دي، نحافظ عليها نطورها. يبقى في محلات بس نحافظ عليها حتى ولو جزء من التراث، يعني صح ولا ايه؟ صح طبعا جدا. بصي، يا طقم السكاكين ده اساسي كده كده في جهاز اي بنت عشان المطبخ طبعا، لكن النهارده بقى في ادوات مطبخيه بتقدر ان هي تسن السكينه، اجهزه صغيره كده بتتباع في المتناول، ولا حاجه عايزه اقول لك بتعمل بس بعد مش تاني سكينة. لا وغير كده مش زي سن السكاكين. أيوة بالادوات اللي غير النوستالجيا اللي هي ايه، تراث فولكلور. ماشي ايوه بقى. انا بقى لما بحتاج ايوه والراجل ما بيعديش بشتري سكينه، بعمل ايه؟ لا انا نصحه، اشتري ليه؟ اشتريش حاجه، مش حاجه. الرخامه، برافو عليك، الله عليكم عمير. عارف الرخامه
بس الرخام بجد الرخام حقيقي يعني، بلاش اللي هو الكوارتز والحاجات الكوريان والحاجات دي هتبوظيها. رخامه ما بجحش؟ لا ما انا عشان كده بقول ايه، رخام بجد على طرف الرخامه وكده 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 وكده، ترجع السكينه تذبح ايه قصدي تقطع ايه. ابغى اجرب بس استحي والله يا جماعه. لا 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 سهل. اخاف على الرخامه. لا لا ده انا اتعلمتها من جدتي الله يرحمها. طب ما نجيب الراجل ما يعدي كده في شوارعنا الجميله كلها ويجيب العجله اللي على ظهره دهيت وياخد اللي فيه النصيب ويكمل. نقعد احنا كمان هنسن سكاكين في البيت، مش كفايه المواعين والطبيخ والبصل والثوم وتخزين الحاجه في الثلاجه؟ يلا الحمد لله.